في المسائية. اضطرابات في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص الشرطة، وأرقام صادمة عن أزمات أوروبا الاقتصادية. بين القلق المعيشي وأزمة الهوية والاتجاه يميناً، أي سمات جديدة تطبع القارة العجوز؟ أجواء هادئة تخيم على مراسم الحج وخطب عيد الأضحى، أهي انعكاس مباشر لمناخات التقارب والمصالحات السياسية في المنطقة؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.